عمران ابني، مو قالوا انها تحسنت؟ مو على اساس كل شيء رح يكون منيح؟ شو صار لهالبنت؟ عفوا، ممنوع تضلوا واقفين هون، ممكن تتفضلوا لبرا لو سمحتوا. ماشي طيب. ابني اللي قدرت تحكي مع رفيف ولا لا؟ هلا خلينا نطلع من هون وبرا بحكي لك كل شيء. يعطيك العافية يا أخي، أنا ما رح أطلع. ممكن أطلب منك طلب صغير؟ تفضل أخي اطلب. متأكد من الحكي اللي عم تقوله؟ يعني البيبي مستحيل يعيش؟ الدكتورة هيك حكت أمي. طيب وإنت شو قلت لها؟ يعني شو بدي إلا أكيد إنه تنقذ رفيف. طيب روحي، إنت سألت للدكتورة إذا كان في خطر على حياتها؟ لا ما سألت أمي، شو بدك يعني اسألها إذا المخلوقة رح تموت ولا لا؟ بس يا ابني خلص ما عاد في وقت لنحكي بالموضوع. نحن ما منقدر نجازف بحياة رفيف أكتر من هيك. بعدين بكفي اللي عانته هالبنت بسببنا. انت فهمتني غلط، أنا كان قصدي إنه لو خلاص أمي فهمت، عم قلك فهمت. بعرف إنه هالشي صعب علينا ورح نخسر البيبي اللي عم نستناه، بس عملت منيح. القرار اللي أخدته هو الصح، وأصلاً ما فينا نعمل غير هيك. عمران، نحن من طول عمرنا منحلم بهالولد، بس ما لازم يكون هالشي حساب شخص تاني، وما فينا نجازف بحياة وحدة غريبة كرمال حلمنا. في أي أخبار عن رفيف؟ اطمن حضرتك، بعد شوي منخبركم. يا رب. دكتورة المريضة عم ترجع لوعيها. البيبي منيح معك؟ اهدي شوي لو سمحتي، بيبي رح يكون منيح. فينا نحكي شوي لو سمحت؟ طبعا. شوفي دكتورة، صاير شي مع رفيف؟ إذا بتريدي دقيقة ومنحكي لك. كيف يعني مو موافقة؟ ما رضيت تسقط، وأول ما رجعت لوعيها سألت عن البيبي وصحته، مع إني شرحت لها عن وضعه وشو ممكن يصير. إيه وبعدين؟ مع هيك هي ما لها موافقة تنزل البيبي بنوب. طيب وقت حكيتي معها ما قدرت الخطورة اللي هي فيها؟
ليك وضعها مو مستقر، حقيقة كانت بخطر قبل شوي، بس هلأ وضعها صار أحسن بكتير عن قبل. طبعا مقارنة بالوضع يلي كانت فيه قبل بنص ساعة. مو مبين شو رح يصير، بس رح تضل تحت مراقبتنا. يعني وضعها رح يتحسن؟ ما بعرف، بهيك حالة ما فيني أكد لك شيء. طيب فيني شوفها شوي؟ طبعا. شو وضعها؟ رفيف ما عم تقبل تعمل شيء، ما بدها تخاطر بالبيبي وتخسره. هذا شو؟ هذا دواكي. هذا ممكن يأذي البيبي شي؟ لا طبعا ما رح يأذي. عمران بيك؟ رفيف بترجاك احكي معهم، خايفة اخسر البيبي، ما بدي يعملوا في شي. طيب رؤي واهدي شوي. اذا انت حاكيتهم رح يردوا عليك. خلص ماشي اهدي شوي. رح تحاكيهم؟ خلص رح حاكيهم، بس بالأول أنا حابب أحكي معك أنت. رفيف أنت بالأصل عملتي هالشي كرمال رغبتنا. تعرفي أنا كل يوم الصبح فيقو أنا مبسوط ومتفائل، صرت شوف الدنيا حلوة، وهالشي بسببك انت، بسبب جرأتك. عمران بيك انا اسمعيني هلا، خليني كمل حكي. انت اعطيتيني الامل، ومو بس الي، لعائلتي اللي ما قدمته الحياه، انت اللي قدمتي لنا اياه وعطيتينا امل من جديد. بس هذا الشي مو صح، نحن غلطنا وما لازم نكمل. يمكن نحن كان المفروض نرضى بقدرنا، وانتي لو ما كنتي مجبورة ما كنتي وقتها وقعتي بهالموقف الصعب منه. أنا ما بدي اياكي تتأثري، لأنه هالشي مو ذنبك وما له ذنب حدا أساسا. يا ربي دخيلك، شو صار لهالبيبي هيك فجأة؟ بعرف نحن كذبنا وجبرناها لهالبنت، بس ما كانت نيتنا نأذيها أبدا. كنت بتمنى إنه ابني عمران يصير أب، وما بدي شي تاني. يا ربي تشفق على حالتنا وتحميلنا هالولد وتحملنا هالبنت المسكينة وترحمها من هالعذاب يا الله. هي مع انه ما بتعرف انه ابنها، بس كتير خايفة عليه. يا رب قومها بالسلامة وفرحنا بهالولد اللي ببطنها. مالنا غيرك يا رب.